إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، قال تعالى في محكم تنزيله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أيها الأحبة، آيات كائن أخرني من سورة ياسينة وقصة كم إذا قصص كربي وقرانك كقور رميه إلهي سبحانه وتعالى وحك والرميه ما قاله لا صدر إلا بالرسول وبينسي والرسول صدحاد لصدر وبينسي وما قاله صدح رسول يمادين وصدح دين رسول بل بينيي ربي سبحانه وتعالى وحك والرميه مركاسي نين مؤمنة ونسق الرسول هين وأن شوقين ماشاء الله اسكوها يو، لكن إلهي سبحانه وتعالى قصدي سوكي لي قرآن يتلى إلى يوم القيامة، قرآن لا أخريه إلا يمال انت قيامها. وحد قياس قف بنا آدم وصيغ النكرة إلهي وصائروري رجل با إلهي كتلمامي لا شر ولا صفة، وحكلوا أول الرعي مجره وحطايت لموته إلهي أنتو الرجل كت المامي ولبس غنى كراء وصائر ورتي. أيا رب سبحانه وتعالى من فوق سبع السماوات كسوى وحيودي ننكاسي قصديسة إلهي وحلي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وحكيمي مقال ذا هلك وضم بيسه قف قوبته شوقي ما هين من أقصى المدينة بكيمي با إلهي كسفينيه وحكى له إلهي كسفين الرجل يي تتكبر وحي اسكو مشغوليا مقي عيسى إيا مقال ذا شوقي إيا وحس مهماها أدي مهمين ربك والرمي لها قرآن كقصص كيسو مقر رسي ذا قصص كبن آدم كالله قره قصص كبن آدم كوحى الله قره إن له الرئيسية magacyada meesha uu qofku joogay magaaladu joogay waqtigu waqtigu ahaa quraanku inta badan sidaa uma warramo quraanku wuxuu tilmaamaa mowdic al-ibra meesha ay ku jirto qisada danta laga leeyahay saa ugeed ilaahay ninkan magaciisa ma sheegin madiinadu tay tahay ma sheegin waxa la yidhi ninkani wuxuu ka yimid min aqsa al-madina magaalada xagga u dambaysa meel fog ولي بوح الله ينوش يا جاي صفة ده وكويمي رجل يسعى با إلى هيري نينك هسه رورية أردية نس كان قرآن كي وحط المام يقف كان مسلم كاي مسؤولية دويس ساري
اسمو أورانين ورصدح رسول بالبينية دقوم حد شيء إلهي قو صدا وحكت المام يا صدح رسولنا مقالة الشوغان إذن كوا حلقي أبينا استهدان لبا وداد ما صدح وداد بتشوغان دقوم حد شيء إلهي نو حكت المام يا مال صدح الرسول شوكته وصدح الرسول بالبينية مو قوصنين اسمو أورانين الرسول بالأقبل ويا دقوم حلقي يليا وحد درامي مسؤولية الدعوة دين تنين مسؤولية دي كسارن تهي وحد درامي دتك قلوب تودو إني بيد الله كشرته قلوب تبين آدم كوا بيد الله سبحانه وتعالى فلسفة بدن إياه وح بدن وما باهنا عدا الله هنونين إياه كلمات يرو كوبان بيكو هنونته سيدا أغاد بنيك نيمي سقاله اتبع المرسلين دركو قادن يا وين تاون والرسوش الراعة رسوش راعة قصة وحياباه التلمام سوى حكم ده مسؤولية ده قف كستو أو مسلم الدين تيسا كسار ده كي مسلمين تهوري بمجرد انتمائهم إلى الدين كانوا دعاة لله سبحانه وتعالى مركي إسلامان لا إله إلا الله محمد الرسول الله يرهدان والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مال لبعش صدح مال مدلة شوغان كذب وحي قادي جران حلقا إني تلك الدين توقو ييران إني تلك الدين توقو ييران علمي بدن ومباهنا إن الددك الدين توقو ييردو وهي دين توصول بيلادي فروع دع علماء داركته دين توصول بيلادي إلهي وكلي عابد نبي محمد والرسول كسي الرميه صلاتك أركان الإسلام ووضا تغانين أركان الإيمان نوا تغانين والأصل في الدين هذا أصل كالدين تنوا تاسي وحدتك الله يرى نوا تاسي سيدا وقيد بصحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بمجرد أي إسلامان أي حلك الدين تنقاديين إن أي مسلم نقضان وأشهاتان أي دين تكو قاديين حلكيدا بل النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلهي مركو كيري قم فأنذر إمسا قرآن كسودقي روايات كقاركود وحيلين وصورة دي لباط ومركا دورك آيضا إقرأ وغهر ريا قرأ سودقي أفر صورة دوت قيبه دا وغهر ريا أي كل المفسرين اسكوا فقسيين أيهين قرآن كنتي وسهر دكتي وإقرأ باسم ربك الذي خلق آياتك وهو الرأي يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نون والقلم وما يسطرون أفرت سورة ضد بي مفسرين تكالهر الرئيسية أيا كانت حتى هدات الأداء أفرت واتيودا بيسي قرآن مساس ودقي انت سو النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو سو وحيودي لكن وحل يري قم فأنذر كعودك إذا ندتك إن لودك علم تربضا ومباهنا وحي أباهن تيقفك إنه مسؤولية دا قاضه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أركو الدين تددتك وشيغي أبي بكر الصديق بالرميي أبي بكر اسمه أورد النبي قاعد شوغي أدق وحبها شيغين بلى علماء التاريخ دا قار كميدا وحي تلماما عشرة المبشرين انت أباهن إنه أبي بكر السلاميي طلحة يا أبو عبيدة يا عثمان يا الرقاسي ميزانك أبي بكر بيكو قري أبي بكر بأنتو إسلاميين نبي قوك أنا عليه الصلاة والسلام إذن حلك الدين توحو ساري قف كستوم مسلمة وحانو كساري دين تن إلهين وقاضة ودتك قارسيو نبي الله محمد وآخر الرسول نبي كدن بأي الرسول كدن بأي الله ما صدر أيه إساقا وقدن بأي إنتو النبي محمد قاري دوني ده جزيرة العربية كما بحي النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك إلهي وحلي نذيرا للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا دادور دنبان كو صادر وهدي دادور دن لو صادر إسنان جزيرة العرب كبحين سيدابة كل عيسى وحي كل عيسى قف كستو مسؤولة بمسؤولية قف كستو مسلمة أي مسؤولية داسي سارنتي ولذلك مركي
xajkiuu nebigu soo xajay calayhi salaatu wasalaam, saxaabada uu la hadlayay wuxuu ku yidhi balliquu cannii walow aaya, war dadka iga gaadhsiiya aayadna ha noqotee baa ilaahay ayuu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, balliquu cannii walow aaya. Qur'aan imisaa qaybsantii? ninka ugu yaree faatixada qaybsani 7 aayadood buu hayaa, qofka ugu yar. Haddaad daaci muslima tahay, dad badan aanay faatixadu gaadhin baa idinla nool, dad badan waanay faatixadu gaadhin baa idinla nool. Nabiyullaahi Muxamedna calayhi salaatu wasalaam adaa wakiil ka ah. Haddii isaga la yidhi nadiirun lilcaalamiin baa tahay, adigu ku soo gaadhsiiyo xilka ku saaray, adna intaad gaadhaysa inaad gaadhsiisaba korkaaga saaran. Ayuhal axiba, laysma yidhaahdo arma laga aqbali waayaa. Ninkani saddex rasuul baa la diiday, isma odhanin. War nimanka saddex rasuul diiday dee adigaba ku yeeli maayaan? aduu meel saddex caalim oo muslimi rasuulka kaale, saddex sheekh oo culamo oad ka dambaysaa meel nimay la hadleen ama qoom ay la hadleen oo ay diideen, adna ma usoo xaydxaydan lahayd oo mays odhan lahayd waxusheeg? mise waxaad odhan lahayd culammadii bay beeniyeen ee kuwa culammada beeniyey? maxay sheegayaan? qof walba meel baa kelmadiisu ka socotaa. ninka waayeelka ah, ninka taajirka ah, ninka sultaanka ah, nin walba dad baa ka dambeeyo ereygiisa qiimeeya. hadduu ku yidhaahdo sida ha la yeelaanay ku soo celinin masaalix ay ku qabaan daraaddood, ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa maa aataaha, ilaahay cidna ma takliifinin wuxuu ku siiyey mooyaane. aakhira ilaahay wuxuu ku weydiinayaa wuxuu ku siiyey maxaad salaamka ugu qabatay, haddaad taajir ahayd maxaad ku qabatay, tujaartaad wuxuu sheegi karaysay, xoolahagaad wax ku qaban karaysay, haddaad sultaan ahayd iyo haddaad caaqil ahayd maxaad ku qabatay, haddaad aftahan iyo gabaya ahaa maxaad ku qabatay. ilaahay doqonka iyo fariidka aakhira xataa isku si loo xisaabi maayo. naf walba wixii la siiyaa lagu xisaabayaa. qof waliba diintan markaa mas-uul buu ka yahay. saa awgeed dhowr sababoodba waa inaad diinta u xambaartaa. kow, waa inaad u xambaartaa ilaahay xujadiisa inaad dadka ku ogto. rusulan mubashiriina wa mundiriin laallaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda arrusul. dadka looma sheego oo qura iraaci maayaan iyay ku raacina xujada ku duloog. waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya qiyaamaha rusul iyo nebiya iman doona, qiyaamaha nebi baa iman doona, aan cidiba la socon. mid baa iman doona qof la socdo, mid baa iman doona laba la socdo, hadda waa nebiyo. ma dacwadoodu mafaashil bay ahayd? maya, qoom dhaga adag baa ku beegmay, laakiin waajibkii ahaa aakhira inaanay cudurdaar helin buu ku oogay. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay rususha iyo mundiriinta iyo waxaan uu soo diray laallaa yakuuna cala, inaanay helin aakhiro wax cudurdaara inaanay helin. cudurdaarka adigaa lagaa rabaa inaad faydo, shaqadaada maaha inay dadku ilaahay raacaan iyo inaanan raacin, ilaahay baa taa ku shaqale. adigu inaad bayyamiso caddaysid dadku inay ilaahay raacaan baa adiga dushaada saaran. sidaa awgeed ayaa qoladii la yidhi lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum, maxaad u waaninaysaan duul ilaahay subxaana wa tacaala halaagayo? nimankii sabtida ugaadhsaday ee la yidhi sabtida ha ugaadhsanina, bulshadii saddex qaybood bay noqotay, qayb ugaadhsatay farsamo iyo xeelada intay samaysay, iyo qayb tidhi war ka daaya, iyo qayb iska aamustay. qaybta iska aamustay in badan qur-aanku wax kama sheegin, laakiin wuxuu sheegay warkoodii ahaayo keliya lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum, waa nimankani diinta waa ogyihiin, in laga mamnuucayna waa ogyihiin, maxaa u waaninaysaan? kuwan ilaahay baa halaagaya, way dhagaxidheene. maxay ku yidhaahdeen? qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun, waxaanu u waaninaynaa laba shay. macdiratan ilaa rabbikum, aakhiro inaanu annagu xujadii ku ognay inaanu la nimaadnaan aakhiro annaga naloo qabsan. dadkaa la nooshiin hadday yidhaahdaan diintu namay soo gaadhin, idinkaa laydin qabsanayaa, idinkaa laydin weydiinaya ma ku ogteen mise kumaydan oogin? dadkani waxay leeyihiin waxaanu dadka wax ugu sheegaynaa laba sababood. macdiratan ilaa rabbikum, inaanu marka hore
xujada ku oogno si aakhiraanu cudurdaar u hello anagaanu u badbaadno. Idan adiga badbaadadaada ku xidhan inaad dadka diinta gaadhsiiso, iyo walacallahum yattaquun, iyo la arkee inay iyaguna ilaahay ka cabsadaan oo waanadu dhagahooda gasho, labadaba waa rabnaa bay leeyihin. Idan dacwada waxaa loo sheegaa inaad xujada dadka ku oogto, waxaa loo sheegaa inaad adiga aakhira cudurdaar ay ku noqoto, waxaa loo sheegaa dadku dee inay hanuunaan, dadku inay hanuunaan. Innagu inta badan dadku hanuuni maayo waa hanuunayaan, tun baynu moodnaa inay tahay sababta wax loo sheegayo. Laakiin sababahaas oo dhan ayuu qur-aanku inoo tilmaamayaa. Ayuhal axiba, ninkani mas-uuliyaddaasuu qaaday ah inuu magaalada halkeeda u dambaysa ka yimaado isagoo weliba rooraya, warka uu sheegayaana waa koobanyay. Ittabicu lmursaliin buu leeyahay, ittabicu lmursaliin. Taariikhda islaamigaa marka laga waramo, in badan kutubu taariikh waxay ka waramaan kutubtana taqaaniina taariikhdu inta badan taariikhu ljuyuushi waalcuruush un bas, boqorkaasaa joogay, boqorkaasaa bedelay, boqorkaa kala qabsaday boqorro, iyo futuuxaad ee gaalaa lala dagaalamay, magaalo Hiblaaya la furtay, magaalo Hiblaaya la furtay. Laakiin taariikh ka muhiimsan baa jira oo dhul kale ku qoran, taariikhi fatxi lquluub, dadka quluubtooda ayaa furtay. Caalam alislaami min mashriqihi ilaa maqribihi, dadkan islaamay askartu waxma islaamiso, askartu magaalay dumisaa ama qabsataa, dad bay xoog ku qabsadaan. Laakiin yaa islaamiyey dadka? Juyuushun min adducaat baa islaamiyey, dad diin waday oo dadka diin u sheegayo dantoodu ahayd inay dadka diinta gaadhsiiyaan. Dadkaasi in badan oo ka midi waa aljundiy almajhuul, waa dad aan taariikhduba qorin. Mithaalo basiitan ku siinaya, caalam alislaami niman tataar la yidhaahdaa jabiyey, mogol tataar, bariga fog bay ka soo bilaabeen China agagaarkiisa, dabeetana muslimka dowladihiisii oo dhan waa soo jabiyeen, ilaa yabay soo gaadheen Falastiin. Falastiin markay marayeen dhexdeeda ayaa muslimiintii Masar joogtay is-urursatay oo jabisay. Muslimiinta Masar zaxfigii unbay joojiyeen, intii kaloo dhan caalamul islaami way haystaan. Wax ciidan oo xoreeyey miyaa maqasheen? Wax ciidan oo dambe oo caalamul islaami xoreeyey miyaa maqasheeno? Muslimiini leeday muslimka ciidankiisii inay zaxfigaa joojiyaan unbay ku joogsadeen bes. Yaa haddaa xoreeyey caalamul islaami? Ducaad baa xoreysay, dad aan inta badan taariikhdu qorin baa xoreeyey. Dowladihii tataarkee meesha ka dhisnaa rag muslimiinta ka mid un baa diin u sheegay oo iyagii baa la islaamiyey, iyagii baa la islaamiyey. Dabeetana iyagii baa dib u noqday ciidamo muslimiin oo dunida dib u furta. Alqabiila adhahabiya, qaybtii waqooyiga ee Raashiya, qaybo badan oo ka mid a Yurub tarbariyo dhulkan furanaysay, waa dad mongooliyiin ama tataar ah oo dib loo islaamiyey. Taariikhdu ma sheegto inta badan, taariikhdu ma sheegto. Adigu garan maysid ilmaha aad qur-aanka u dhigaysa ama dadka aad diinta u sheegayso, waxaa laga yaabaa ka ilaahay dunida ku furi doonaa inuu kan yay ama kani ku wuxuu sii dhigay inuu yay ama kiisa shanaad inuu yahay, ma garanaysid. Waxaad culamo maqashay yaa soo saaray, Shaafici yaa keenay, mid unbaa Shaafici berigu yaraa Faatixada u soo dhigay oo diinta ku soo duway oo toosiyey, kii garan mayno. Laakiin Shaafic oo dhammi wuxuu sameeyey kaa miisaankiisu ku qoran yahay. Idan qofka muslimka ahi ilaahay waxba kama lumaan, qofka muslimka ahi wuxuu u heegan yahay, adigu garan maysid nolosha cidda bedelaysa. Ducada maanta joogtaa waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdo dariskaaga, dee haddaad dad badani fadhiisan, ma laba qof aad wax u dhigaysaa? Qof qura wax u dhig, kaasi kuu sii dhiga, kuu saddexaad ee uu sii dhigaa laga yaabaa inuu furto waddankan aad joogtaan oo dhan diinteeda bedelo. Aduu garab naysidse, yaa Alla barakaynaya ma ogid. Sida awgeed qofka muslimka ahi waa inuu xambaaraa diinta tan oo isku dayaa dadka inuu gaadhsiiyo, mas-uuliya haadihi dacwa, oo fursad kasta uu helo uu ka faa'iideeyo. إلهي قرآن كوحي نوغو تلمامي يا رسوشو
فرسك سيدي وقف أيدينيين نبي الله يوسف وحبس كتيرة ولبوي لوي ما دي ودخل معه سجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل خبزا فوق رأسي تأكل طير منه لبوي البا حبس قال لك قال يوم يدو حيري خيان أركيانيقو خمر ولا قاية متكي كالانا وحيريانونا أنيقو خبز مدح كسيدة وشمبرعون أيام باناركي إن نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين بيداي نو شرح تأويلك الرياضة نو شاكو حنكو أرقنا قف صوبان ونكسرنا طهي نبي الله يوسف إنتانو الرياضة دو شرحي وحكب لابينو يسوي سو شرحه يوحى آمن سيئ يدين ترمي سيئ إني تركت ملة قوم دول بانك إمي بيدان إلهي برمي سنين ومشركين وحن راعي واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أبا يا شيء دين تودي توحيد كهيد بان راعي بولي مركو يسوش يا جاي وحو الرمي سنيا هيا وحو يا هاي انت انو افسرين ريادو دي فرصة دا يربو كفايدة استي دبا ترى مركا سولي يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار وارمي الله يبضان إلا الراعة أياه في عن مثال رب السماوات والأرض إن الراعة دانبا ورهسن دعو بلابا وفرصة سؤال لو ويدي بيسكو دي إنو كجوابه إنت أنو جواب تصينين إنو كفا إيديستو وحو الرميسنا إنو دادك كانو شرحو إمسا فرصة كسامرتين نولش إمسا تجارة لوداكتان إمسا شارتين إمسا صاحبتين إمسا إسكول وضادقاتان إمسا جامعة وضادقاتان إمسا إسكول دودين إمسا وحكا ليبسا إمسا فرصة كسامرتين انتباد نولش هذا إلهي دين تيسا وقفا إيديسا وحي فرصة كسامرتين هذا فرص كدقالوه إذن ما دافان هذا يكون بدان تميل يرات سلا دي وحبال لقيه ليا وادخو الدان وفنك ما تقوه لكن فرصة ده الدين تم تجابينا إنه قدنه واسكد دينا إنه ندتك الدين توشيقنا أيها الأحبة دعوة تاني أفرت وداد مسارة وحي سارة انت قفك ستو مسلمة دين تاني نحنباره قفك ستو مسلمة بي سارة انت هدو سلطانيه هدو مدحوينيه هدو سركاليه هدو تاجريه قف كسته ميلب بدن انا نيجا ليغا دغيسري با ديغا لغا دغيسريا واما اودينما لوغو قدرينيا اما هانتيدا دا لوغو قدرينيا اما بوسكا دولتا اد كاجوكتا لوغو قدرينيا او ددكو اي واخ كا دغيسنيا اخر الهي و كو ويديني دينتي مخاد او قبطي وخان كو سيي وحد هيستاي مخاد دينتي او قبط ننكاس مسلم كاه ربي قران كيس وكو قري الى قيام الساعه قران كانه الهي يغو دوارين اخرينه ودا لغا تلمامه وينو يري تبع المرسلين والرسل الراعب كيري رسل راع الهي الله توبت كان ودمي دفل ويدست الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى قصة النكاس يوحينا وغط المام اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون والرعب يلعيدا أجر ويدي سنين هاي علماء دو يدهدان أحسن وسيلة للدعوة وين أدقفك الدنك لحين أدقفك كوكتهمه إن أد منصب يا ماموس كدونيسو إن أد لعق يحول كدونيسو إن أد شيب كيسا كبارانيسو وحي أبداً تهي إن أنه ركود جيسنين ولذلك أيونين كان يمركو تلك اللحد لا يوحو ليه
inay hanuunsan yihiin wuxuu ka horumariyey inaanay dan kala lahayn. ittabicuu man laa yasalukum ajran, ajar adduun inaanay idinka doonayn. Maxaynu diinta u sheegaynaa? Inaynu aakhira ku badbaadno, inaynu ilaahay ku raalli gelinno, inaan ilaahay ajar kaga helno. Walidaalik baa ilaahay rusushiisa markuu ka waramayo fi suurati shucaraa ama suurka kaleba, fattaquu llaha wa atiicuun, markay yidhaahdaan maxay ku xogsiinayaan? Wamaa asalukum calayhi min ajrin, in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin, wax ajara idinkama doorino, iyadoo ilaahay og yahay rusushu inaanay dadka jeebkooda doonaynin ama waxba inay ka qaataan aanay doonaynin, ayaa waxa la yidhi dadka waxaad u caddaysaan. Qul, aayaadka kale, dadka waxaad u sheegtaan baa la leeyahay inaydan wax xoolaa ka rabin, wax ajara inaydan ka don. Wahaada huwa alaslu liddiin, asalku diintu waa in ilaahay loogu dhowaado. Nacam, haddii ninka sheekha ahi aan jeebkiisa wax ku jirin, habeen iyo maalinbana wax carruurta qur-aanka u dhigaya ama kan wax dhigayan wax la siiya weeyaan. Laakiin intii nan kale xoogsata idinka ajar dooni maysaan miyaa? Amase dacwa idinma saara miyaa? Intiina xoogsataa weedhoodu ka geli og tahay dadka intaa ajarka ku siisaan, kana shaqaa uga dhigtayna wax moodisaan inuu shaqaysanayo. Xoogsanaya dee waa wadaad xoogsanaya. Laakiin asalku waxa weeyaan diinta inaan laguba xoogsanin baa asal ah. Asalku waxa weeyaan dadku inay dareemaan inaad diin wade ah, inaad jeebkooda baadhanaysa inaanay moodin. Asalku waa kaa. Asalku waa inaad waxaad sheegaysa janno ku raadiso. Nabiyullaahi Muxammed calayhi salaatu wasalaam markii baycati alcaqaba athaaniya, saxaabadii ansaartu marka u yimaadeen ay heshiiska la galeen, heshiis bay la galeen ah inuu soo hijroodo, oo markaasi ay ka mancinayaan waxay naftooda iyo maalkooda iyo dumarkooda iyo caruurtooda siday u ilaaliyaan, si la mida inay u ilaalin doonaan nabiga calayhi salaatu wasalaam. Weliba iyagoo og, saxaabiga ugu yaraa markay isdhaheen nabiga baycada la gala, wuxuu yidhi war suga, war haddaan nabi Maxamed qaadataan carab oo dhammi meel qura idinka soo wada tooganaysaano waa laydinla diriri doonaa. Waxay idhaahdeen dhaaf wiilka yarow, saasaanu nabiga heshiis kula gelaynaaye. Su-aal bay nabiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam xadiidka xasanka, famaa lanaa bay idhaahdeen, haddaanu ku difaacno oo diinta naf iyo maalba u hurro oo gaaloo dhan u babac dhigno, maa lana, maxaanu anagu leenahay? Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam kuma odhanayn aniga dabadayba madaxweyneyaal noqonaysaan ama wasiiraa noqonaysaan, imika dadku waxayla qabo, waxaad odhanaysaa dee maxaan leeyahay, marka aadna waxoogaaba ku soo gaadhi doona meelay kaa soo gaadhaanba. Mantiqa bini aadamka ee caadigii waa kaa, waxaa ila qabo maxaan leeyahay baa ku xigta. Saxaabadu waxay dhaheen famaa lana, maxaanu leenahay? Nabigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan dabadayba ee ansaari wax maamulaysa, ghanimadaa xoo idin burin doona, xoolaan idin siin doona, magacyo maamuus baa heli doontaan, midna laguma odhan. Lakumul janna buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Haddaad diinta u hiilisaan jannaa leedin. Asalku waa kaa. Markaa diinta qofkii maal gashada, caqli gashada, xoog gashada, ilaahay buu wax ka raadinayaa subxaanahu watacaala. Rabbi subxaanahu watacaala buu wax ka raadinayaa, maaha meel loo soo shaqo taga asliyan. Waa meel ilaahay lagula xoogsado, waa meel ilaahay ajar lagaga raadiyo subxaanahu watacaala. Laakiin hadday noqoto waxoogaa lagu xoogsado, wadaadkana loo arko in xoogsanin niman xoogsanaya, diintu faafi mayso. Diintu waxay faafaysaa markaa dhammaantiin qaadaan, markaad ku xisaabtanto mantiqa ah inaad ilaahay wax ka raadinayso. Marka aanad odhanin qol aanu lacag siinaayo noo qaabilsan, aad tidhaahdaa anigaa mas-uuliyaddu isaaranto fulinaya, ana mas-uuliyaddu isaaranto fulinaya. Marka aanad odhanin haddaad shaqo soo yaro hesho, waad bal qur-aanka idinku sii dhiga, anigu waxoogaa baa meel halkeera ka helaya. Wadaadkii in yar isku duwaaba, hadduu yidhaahdo sii wada, waxoogaa lacagaa meel ka muuqatee, dadminis lacagtaa inooga qiimo badan inaynu diin sheegno. Waxay ahayd inaad lacagta beer darayso si aad diin u sheegto, inaad tidhaahda ilaahay waxaan kula baacmishtaraynaya waqtigaasi, saacaddaa inaan wax dhigo, walow hal ilmana wax u dhig, hal qof hanuuni,
وقت الدين كشكت واي ميسد وقت هذا حلك قاد واي ميسد عيد هذا الشيخ تنواي ميسد قف كستا عيد كدين يربا شوكته قف كستو هنا جنب ده عيد كدين يربا شوكته وحو كردين كره انت يدون تبه هالليكاتي مدى ترى دور خمر جايز كده يا مدى ترى دور سلادة تكو مدى ترى دور إلهي كعبسو مدى ترى دور قبر ده سفي عنقب والدين وحوا إذا قفك مسلم كاي وحو الشيخ موايو ساو قد كان إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كيسا كشاقي وحلق الشاقي إنو لها الرسوش الراعة رسوش مركو كهد لينا وحويري اتبعوا من لا يسألكم أجرا وارعدان وحبايدين كدورينين إنا هنونتان ونربطا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون إناني وحيدين كدورين وحاو الرعسيسا طريق صحابي هيار وقتك وكوابان درادت قصة وضي مينو لكن انت وقدم بيسان اخريو قيل ادخل الجنة ننك ردتك حجدا وكوؤوك فصير انت واحد ادان اسنوى اللدي لو احبال لك مدى قيساني دبيتنا توصبا الهي يوري جنة قال قيل ادخل الجنة شهيد باته قال جنة دبالير مركو جنة دا قال يمحوك فكري اذيك هداد دا دينو شيكتو اي كدلان إني كنت دلنا دا يهديك ويرعى يعني له كون هلاقينا ترى هذا بارتن طال غيابه إلى يوحك ورمي يعني كان يمركور دنتي آخر قبتي سدو فكري عقلي دي سوى حيهي يا ليت قومي الله تعلان لها يا بولي تلكي إني أجين سيد الرب يقدم بالدافي وينهرونان وليس جو آخر سيجرا نمن كيد لي ما لها إله يكوى سدر تابي نولا يعني عذابك كبره وحلي هي الله تعالى لها يا تلكي إن الدين تقاتان أي قرتان سيد الرب يعني جاي يقولنا حريست معنى دوام حي هو ينقفك مسلم كاهي وقف لابتي سب الله رنتي وقف علادك يرتي وقف دتك خير كلا تعل وقف تعل وناق وفافه وقف عن عقدة قبين ما أنت الرسوش اللي يقول إنك بدن بعضك اللي جو أورنايا إلهي الرسوش يسيب القرآن كوه حتى المام يا ساحر يا كذاب يا وحاينك كوش يعين بين علاتي أما ساحر باتي أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام سقى الصعداء أدير كيد دب السعدي كور رادي هدي أدير كأكو دبقله ومشي تستكتبه ويرد هذا يركن أنا أدير وهو بين وحش يعين حكم جنان سرتشو جنفت كعب بحلا هيدبان ملاينيا لكن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سقوا أبي الله بدبت أجنية وادرك الرماة ولكن يرى نجاسك رأي وحبش يجي مايو كم قصرين ساس الدين وشيجي إذا والله يعاي يا والله يماعي يدت كان ويدا قادقين دعوتكم أشوكسته قفك مسلم كاه وينو حلك قادة أهينو دتك خير كلا تعلي إن هنونان إنو تعلي نبي محمد بن لويم عليه الصلاة والسلام وقبل ذي الدوس لورنت رأي دين تديدي مع أضيق ذي كديدين طفيل بن عمر نوايله ومضحوه وقبيايا وافتهنا والله قدم بيه والله هذا لو مرسين واي وصار نقضوا حر الله رسولك يسير غير دوس دين تديدي أقبل نوايه إلهي وبارك وين الله لا قد دين تديدة دبتنا نبي قعمو كرو تاجو مركز الله يدي مرة دين نبي محمد قعمو كرو تاجي رير دوس ما انتهى لك سماء اللهم هدي دوس واتني بهم بوي دين نبي حديث كبخاري إله رير دوس هانوني أو إيه كان إلهي رير دوس وهانوني يوا كاني دي أبا هريرة كم دها كوي الله كاني أبا هريرة كم دها إذن دادك هدينو خيرك الله تعالينا أدد له كو حسابتهم ما إنه يقع عيدو ده إيا ماقستو ده إيا علادو ده إيا وحي سمينا يان وحاس إلهي باد أجر كيه ليسا كو حسابتهم ما إنه إلهي ننكا وحو قرآن كو الشيخ بين الله شقدو قبتي درادين هدى يدو أن لا أقبلين إلا الدلي ننكا داد بدانو هنوني وهنوني قرآن كو مشيكين بل إهين لدلا كم وغطى قرآن هذا موقفك استاغي ربي با من فوق سبع السماوات تكحس كتابك خالدك أكو قري
سأوجد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هذا تعشى هيجت كسيقات إلهي سبحانه وتعالى هذا ربطين وكتشعلاده إلهي يددك السجير مخلوقات كاسي ربي قد كحرين يعابدان نبي محمد عليه الصلاة والسلام هل وصلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام وأهله اللهم أعز الإسلام وأهله اللهم أعز الإسلام وأهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأقم الصلاة.